هذا الفيديو أهديه لأصدقائي من دولة المغرب، والذي سأري لكم به بعض المنتجات المغربية التي تباع على موقع إيباي. أيضا هذا الفيديو أعلنته حسب طلب المستخدم أو المستخدمة المبينة على الشاشة. إذا هيا بنا ننتقل لموقع إيباي وأريكم هذه المنتجات. أنا الآن موجود في موقع إيباي، وقد جهزت من قبل هذه صفحات المبيعات بعد أن عملت بحث أسواق للمنتجات المغربية التي تباع في موقع الإيباي. هذا هو المنتج الأول، كما نرى التربان، باعه هذا التاجر، باعه 185 مرة بهذا السعر $30، ونرى الشحن مجاني. المنتج التالي، هذه عدة منتجات، أيضا هذا التاجر هو مغربي كما نرى from Morocco، ويمكن رؤية أنه يبيع منتجات أثرية وأيضا بأسعار باهظة الثمن، ونرى أنه يوجد لديه عدة منتجات كما نرى هنا، وأيضا منتجات أثرية، هنا السجاد، وهذه منتجات تخص إما بالحضارة الإفريقية أو حتى في المغربية. الصفحة التالية، هذا أيضا تاجر باع 100 درهم للملك الحسين الثاني كما نرى هنا العملة $79. أيضا رأيت الكثير من التجار المغربيين يبيعون عملة قديمة من بلادهم. الصفحة التالية، أيضا هذا التاجر رأيته يبيع الكثير من السجادة ويبيعه بأسعار باهظة جدا. أنا شخصيا لا أعرف هذه السجادة كم سعرها في المغرب، ولكن هنا أسعار باهظة الثمن، هذه السجادة سجادة مغربية يبيع الكثير منها. أيضا يبيع هذا المنتج البوف من جلد، أيضا يبيع منه الكثير. يمكنكم تفحص ما هذا التاجر يبيع. هنا أيضا نرى مستلزمات للسرير. الصفحة التالية، هذا أيضا رأيته يبيع الكثير من السجادة. على ما أظن هذه المنتجات السجادة المغربية يباع منها الكثير في الإيباي، ورأيت الكثير من التجار يبيعونها أيضا بأسعار باهظة جدا. أيضا كما نرى هنا يمكنكم تمييز أنها من المغرب، تشحن من المغرب from Morocco. الصفحة التالية، أيضا هذا التاجر لاحظت أنه يبيع الكثير من المنتجات الأثرية إما من الحضارة الإفريقية أو من الحضارة المغربية، ورأيت يبيعها بأسعار باهظة جدا ويبيع الكثير منها. يمكنكم معرفة إذا باع أو لم يبيع أي منتج من خلال الضغط على sold listing. سأضغط عليه ونرى أنه يبيع عدة منتجات، هذا ما باعه خلال الأسبوعين السابقين كما نرى عدة منتجات وأيضا بأسعار باهظة. فهذا رأيت الكثير منه، رأيت الكثير من المنتجات يبيعها. الصفحة التالية، أيضا هذا التاجر رأيت أنه يبيع الكثير، RTM هذا الرقم، ولديه 582 منتج يبيعه. ونرى هنا المنتجات التي يبيعها. يمكنكم لاحقا الدخول لهذا التاجر، البحث عنه، ومن ثم رؤية المنتجات التي يبيعها. ورأيت الكثير من المنتجات من الحضارة المغربية، أيضا من الحضارة الإفريقية، يمكنكم تفحص هذه المنتجات. الصفحة التالية، أيضا هذا الشخص، هذا التاجر، رأيته يبيع عدة منتجات مغربية وأيضا يشحنها من المغرب كما نرى هنا. هذه المنتجات، أنتم يمكنكم تمييز هذه المنتجات، أنا لا يمكنني تمييزها، أنا شخصيا من فلسطين ولا أعرف هذه المنتجات، ولكن أكيد إذا يشحنها من المغرب إذا هذه منتجات مغربية. فيمكنكم هنا رؤية هذه المنتجات، وكما ذكرت يمكنكم الدخول لاحقا ورؤية هذا التاجر وما يبيعه. الصفحة التالية، أيضا هذا التاجر رأيت أنه يبيع الكثير من المنتجات، ومنتجات أثرية أو منتجات من صنع خشب كما نرى هنا مطرزة، وأيضا يبيع في موقع إيباي ويبيع بأسعار باهظة نسبيا، ورأيت أنه يبيع هذه المنتجات، أنه باعها.
فأيضا يمكنكم تفحص هذا الحساب. الصفحة التالية: هذه المسبحة رأيت أنه تباع الكثير في موقع إيباي وأيضا سعرها باهت جدا. أنا لا أعرف كم هذا المنتج سعره، ولكن أنا أعرف أنه من المغرب وأنه يباع الكثير منه في الإيباي. المنتج التالي، الصفحة التالية، أيضا نرى هذا التاجر من المغرب ويبيع عدة منتجات، كما نرى هذه المنتجات وهذه المنتجات من المغرب، يمكن رؤية عدة منتجات يبيعها، كما نرى هنا البوف مرة أخرى، هذا التاجر أيضا يبيع هذا البوف ويبيع عدة منتجات. الصفحة التالية هنا الأرغان أويل. أرغان أويل معروف عالميا ونحن نعرف أنه من المغرب. هذا المنتج منتج مرغوب جدا في العالم الغربي ويمكنكم استغلال ذلك. أنا شخصيا أبيع أرغان أويل وهذا المنتج مطلوب جدا. فكما نرى هنا أرغان أويل ماروكو بيور أند أورجانيك بايو، فهذا هو زيت الأرغان، باعه مرة واحدة، ولكن رأيت الكثير من التجار المغربيين يبيعون هذا المنتج. ليس شرط أن هذا المنتج في نفس هذه الماركة، ولكن عدة شركات أخرى. المنتج التالي أيضا هنا ماروكان أملو with almond and argan oil، عدة منتجات مكملة لزيت الأرغان. المنتج التالي أيضا organic argan seeds، هنا نرى بذور، وكما نرى يمكنكم رؤية هنا في الصور أنه أيضا أرغان أويل، بذور الأرغان أويل. المنتج التالي أيضا هنا بذور للأرغان أويل، منتج مرغوب جدا، رأيت الكثير من المغربيين يبيعونه. المنتج التالي، الصفحة التالية، أيضا هنا ماروكان أوليف أويل، هذا زيت زيتون مغربي، رأيت أيضا بعض التجار يبيعون هذا المنتج. أتمنى أنني نجحت بمساعدة إخواني في دولة المغرب لأخذ فكرة عن منتجات تباع من بلادهم على موقع إيباي. هذه المنتجات استخرجتها من برامج بحث أسواق، فأنا من فلسطين وشخصيا لا أعرف المنتجات المصنعة في دولة المغرب. أكاديمية كامبوس ستعلن فيديوهات أسبوعية بخصوص ربح المال بمجال التجارة الإلكترونية، لذلك لا تنسوا الاشتراك بقناتنا والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة بربح المال بمجال التجارة الإلكترونية. إذن أتمنى لكم النجاح والكثير من المبيعات وسأراكم قريباً.